رعى معالي مدير جامعة الملك فيصل ورشة عمل بطاقة العبء الأكاديمي في إطار المساعي التي تبذلها وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية لضمان عام جامعي متميز، حيث ترأس ورشة العمل سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر النجار. واستهلت الورشة بكلمة افتتاحية لمعالي مدير الجامعة رحب فيها بالحضور ومنوها على دورها في تجويد العملية. لا يمكن لجامعتنا أن تقدم مثل هذه الرؤية ومثل هذه الخطط بدون أن يكون هناك قدرة تخطيطية وقدرة بشرية وقدرة تنظيمية تستطيع أن تجاري هذه الأهداف. ومن ضمن هذه الأعمال التخطيطية والتطويرية التي نسعى إليها هي تطوير العمل المؤسسي داخل الجامعة. صحيح كان هناك عمل جميل وجيد، لكن من خلال التطوير ومن خلال الرؤى الجديدة ومن خلال الرؤية المباركة 2030 ومن خلال الهوية الجديدة للجامعة لا نستطيع أن نحقق الجودة التي نطمح إليها بدون أن يكون هناك تطوير للعمل المؤسسي داخل الجامعة. واستعرض سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر النجار بوصفه رئيسا للورشة التعريف ببطاقة العبء الأكاديمي وأهدافها وخصائصها، موضحا مكونات البطاقة ودور عمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية في تحقيق الأهداف السامية للبطاقة الإلكترونية للعبء الأكاديمي. الهدف الأساسي من هذه الاستمارة بشكل رئيس هو تجويد العملية التعليمية، فضبط هذا الموضوع سيساعدنا كعمداء كليات، وكلاء كليات، رؤساء أقسام أن احنا نكون على اطلاع وعلى دراية باللي هو ما يقوم به عضو هيئة التدريس من تفاصيل مختلفة. أمر آخر مهم جدا، حاولنا من خلال بطاقة العبء التدريسي أن احنا ندخل بعض الأمور الأخرى التي يقوم بها عضو هيئة التدريس وتستهلك جزء كبير من وقته وكانت غير محسوبة له في الاعتبار وكان يثقل بها عضو هيئة التدريس، وبالتالي حاولنا أن احنا نأخذها معنا في الاعتبار في أثناء حسابنا للعبء التدريسي. قننا هذا الأمر، وضعت عليه بعض الضوابط، لكن بشكل عام شملت كثير من الجوانب المختلفة. وشارك سعادة الدكتور نور الدين خبابة بتقديم الدليل الإرشادي لبطاقة العبء الأكاديمي، موضحا من خلاله آلية تقدير واحتساب العبء الأكاديمي التي تضمن تحقيق الأهداف التي أعدت من أجلها. وفي ختام الورشة أكد سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية على ضرورة تعبئة بطاقة العبء الأكاديمي لتحقيق جودة العملية التعليمية وحوكمة العمل الإداري والأكاديمي وتحقيق الشفافية وعدالة توزيع الأعباء والدور الرقابي، بالإضافة إلى اعتبارها وسيلة وأداة للتقييم.